على اي اساس انت بتختار البروجكتس المفروض تشتغل عليها؟ ليه اختار البروجكت ده وايه ما اختارش البروجكت ده؟ ليه اختار ان انا اشتغل على مجموعه مشاريع وايه ما اشتغلش على مجموعه مشاريع؟ ليه اختار ان انا المفروض اشتغل على المشاريع دي علشان العائد بتاعها ولا علشان العملاء ولا علشان ايه بالظبط؟ في حاجات مهمة جدا جدا لازم نخلي بالنا منها ونبص عليها البرودكت نفسه او البروجكت نفسه. اول حاجة لازم نفهم في الريال استيت عندنا الكور بتاع البروجكت نفسه، الكور بتاع البروجكت نفسه. يعني مثلا لما انا اجي اشتغل على بروجكت او اختار بروجكت اشتغل عليه، لازم اعرف كل تفاصيل البروجكت. هل البروجكت ده سكني ولا تجاري ولا كوميرشال ولا ايه بالظبط؟ لازم اكون فاهم طبيعه البروجكت اللي انا هشتغل عليه، طبيعه البروجكت اللي انا هشتغل عليه. طب حاجه كمان لازم بعد كده ابص على البرودكت ريليتد فيتشرز، الفيتشرز بتاعت الفيتشرز بتاعت البروجكت نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاضافيات اللي محطوطه مع البروجكت نفسه، الاضافات اللي محطوطه مع البروجكت نفسه. كل حاجة عندك في البروجكت لازم تخلي بالك منها، هل متضاف على البروجكت حدائق مثلا أو جارتن مع الفيلا؟ هل مثلا أنا دلوقتي عندي الشقة، والشقة اللي أنا شغال هشتريها دي أو الشقة اللي أنا هبيعها للكلاينت عشان يشتريها، هل هي بتضم فيتشرز مميزات مش موجودة عند أي حد تاني؟ لازم أطلع كل المميزات الملحقة بإيه؟ البروجكت نفسه والبرودكت نفسه، تمام؟ علشان أطلع حاجة اسمها value proposition أو القيمة المضافة اللي هيحصل عليها الكلاينت. طيب إيه تاني ممكن أشتغل عليه أو نقط تانية أشتغل عليها؟ لازم بشتغل على الجزء بتاع البرودكت دايمنشنز، كل الدايمنشنز بتاعت البرودكت نفسه أو البروجكت نفسه، اللي هو ايه كل المميزات الاضافيه اللي موجوده. فور اكزامبل مثلا انت لما تاخد البروجكت ده او تشتري الوحده دي، المفروض ان انت هتاخد مكان للجراج، في الجراج للعربيه بتاعتك فور فري، مش هتدفع فلوس في الجراج ولا اي حاجه. حاجات بقى مميزات مختلفه، والله هتاخد عضويه من نادي معين، والله انا بدور في الفيتشرز بتاعتي مش على حاجات انا عايزها، لا انا بدور على حاجات انا محتاجها. يعني ايه بالظبط؟ يعني انا محتاج الفيلا يكون او الكومباوند اللي انا هشتري فيه يكون فيه مساحات خضراء كتير، محتاج والله مدارس تكون قريبه علشان اقدر ان انا اودي فيها اولادي، محتاج ان انا يكون في مواصله قريبه للشغل ما بين الشغل وما بين السكن اللي انا هاخده يكون قريب، والله انا محتاج مصنع لكن يكون فيه مساحات معينه ويكون حواليه فاضي علشان طبيعه التصنيع بتاعنا ما ينفعش يكون حواليه حاجه مواد سائله وما الى ذلك، يكون فيه مخارج لعربيات التحميل للبضائع وما الى ذلك، الفيتشرز اللي انا بقدمها في البروجكت والكاستمر محتاجها والدايمنشنز اللي الكاستمر محتاجها ايه في البرودكت والكاستمر نفسه محتاج دايمنشنز ايه. تعالى مثلا من كده ناخد مثال على الكلام ده ونشوف ده ممكن يتطبق ازاي. بنطبق الكلام ده على جزء اسمه فاليو بروبوزيشنز كانفاس، فاليو بروبوزيشن كانفاس، فاليو بروبوزيشن كانفاس. هنا انا بتكلم في همزه الوصل ما بين البرودكت بتاعي والبروجكت اللي انا بقدمه علشان تربط باحتياجات وبالحاجات اللي محتاجها الكلاينت نفسه، ومن هنا بنختار البروجكت اللي هنشتغل عليه. حاجه كمان مهمه بنختار عليها البروجكت مع احتياجات الكلاينت، العائد من البروجكت ده هو ده اللي انا مستنيه ولا لا، البرسنتج اللي هاخدها والارباح اللي هتطلع لي على حسب عدد اليونت اللي انا هشتغل عليه. تعالى كده مثلا نتكلم ان انا بودي بنفيتس وزيادات، ان انت هتاخد جراج، تمام، جراج زياده، تمام، مكان، سوري، مكان للعربيه في الجراج، تمام، بدون مبلغ، تمام. والله احنا بنقدم حاجات تانية بنفيتس كمان، ان انت هتاخد اشتراك للنادي للأولاد
وحاجات تانية نقدر نقدمها. طب الفيتشرز اللي بنقدمها والحاجات اللي احنا ممكن نقدمها لك، والله مواصلات سهلة وسريعة، تمام. والله كمان احنا المفروض بنقدم عندنا في حاجات تانية موجودة، مدارس دولية، تمام. طيب ايه تاني ممكن نقدمه مثلا هنا؟ مثلا الامان، تمام، للكومباوند، تمام. طيب تعالى بقى نشوف هل الحاجات اللي موجودة في البروجكت ده والبروجكت بتاعي اصلا هي من احتياجات والونس بتاعت الكلاينت نفسه ولا لا، وازاي هربط ما بين الاثنين مع بعض، ازاي هربط ما بين الاثنين مع بعض. والله انا في الجزء بتاع الونس، والله فعلا الناس محتاجة فعلا تركن عربياتها، فدي حاجة من الونس بتاعته، فهو محتاج جراج ومحتاج فعلا اشتراك للنادي وما الى ذلك، فعلا دي حاجات هو محتاجها. وبناء على كده هتبني الكونتنت، هتبني الديزاين، هتبني الادز بتاعتك، هتبني الكلام ده كله. طيب تعالى مثلا ناخد مثال تاني. والله انا دلوقتي عندي نحتاج او البنفيتس اعلى عائد، وده المثال اللي ممكن نشتغل عليه، اعلى عائد على الاستثمار بتاعي في ايه؟ العقارات. دي حاجات بنفيتس انا باخدها ومفروض باخد عوائد. تعالى كده عوائد شهرية، تمام، وباخد كمان ايه؟ تأجير إلزامي من الشركة للحاجات اللي انت هتستثمر فيها او تنفست فيها. طب الحاجات اللي انا محتاجها والحاجات اللي انا بقدمها كفيتشر اعلى عائد استثماري، تمام، اعلى عائد استثماري. طب هل الراجل ده محتاج عوائد شهريه؟ دي من الحاجات اللي هو عايزها، بس مش فارقه معاه لو هو ياخدها شهريا او سنويا، هو بس محتاجها تكون اعلى. فهنا من الحاجات اللي هو محتاجها عوائد دائمه، تمام، وعائده، تمام، وعائد شهري، تمام، عائد شهري. حد جاي من بره مصر والمفروض، او ان هو بره مصر وعايز ينفست الفلوس بتاعته، فبيشتغل على نفس المديول ده، والله من الحاجات اللي هو عايزها ومحتاج عشان يستثمر اعلى عائد استثماري، ومحتاج كمان امن عائد استثماري، تمام. فطيب انت الكلام ده المفروض الناس يكون عندها اول في هيستوري واكسبيرينس كويسه عن الموضوع ده عند الكلاينت. والله احنا تم تسليم، تمام، عوائد لأكثر من 1000 عميل for example. طيب تعالى كده الحاجات دي في الاكسبيرينس والهيستوري بتاعتنا. طب الكلاينت بيخاف من ايه؟ عدم وجود عوائد من المشروعات المستثمر فيها. طيب دي الحاجات اللي هو بيخاف منها، فانا ببتدي اربط المشروع نفسه، تمام، ببتدي اربط البروجكت نفسه بالحاجات اللي محتاجها الكلاينت، الحاجات اللي محتاجها الكلاينت. طب هطلع من ده بايه؟ هطلع بافكار، هطلع بطرق واستراتيجيات هبني عليها شغلي على مدار الوقت وفي جزء الامبلمنتيشن. من الحاجات المهمه جدا واحنا شغالين ان البروجكت لما يكون شغال او بنعمل امبلمنتيشن عليه وبننفذ عليه، انت محتاج ان انت تبني بروسس من الاول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هبني استراتيجي وفي الاخر اعمل تنفيذ عليها وامبلمنتيشن على الجزء بتاع الادز والكونتنت والتسويق التنفيذي بتاعي، او هنزل تراديشنال والله هقول اعلى عائد استثماري في مصر وما الى ذلك، تمام. طيب دي من الحاجات المهمه جدا لازم تخلي بالك منها وتشتغل عليها، وعلى اساسها بتختار البروجكت بتاعك وبتشتغل عليه، بلس العائد كانفستمنت كبرسنتج ليك على الوحده المباعه، وبتحدد بعد كده عدد الوحدات المباعه في العائد بالنسبه لك عشان تحدد الاوبجكتيف الشهري بتاعك والعوائد بتاعتك وارباحك، والكلام ده هننفذه بشكل عملي.